معانا دلوقتي مداخلة تليفونية مع الكاتب والسيناريست الرائع الأستاذ أنور عبد المغيث، وطبعا هو مؤلف مسلسل جودر اللي حقق نجاح كبير جدا وأعاد للشاشة المصرية مرة تانية أعمال خيالية مبدعة ممتعة زي ألف ليلة وليلة والدخول في عالم الأساطير والخيال. أهلا بحضرتك أستاذ أنور. أولا ألف مبروك على النجاح الكبير اللي حققتوه في رمضان وسط كل الأعمال الدرامية اللي كانت موجودة. يا رب يبارك في حضرتك، ربنا يسعدك يا رب العالمين. الحقيقة انه مسلسل جودر كان يعني من الاعمال اللي قدرت ان هي تثبت نفسها وسط مائدة دسمة جدا ومتنوعة جدا في الاعمال الرمضانية، وده انأكد فبيأكد على انه الاعمال الخيالية حقيقي المشاهد بيحبها. نعم طبعا. حضرتك بتميل اكتر للاعمال الخيالية؟ هو مفيش فن مش خيالي بدرجة ما يعني ما دام بنتعامل مع فن لا يطابق الواقع فنبقى بنتعامل مع درجة من درجات الخيال. بتفرق درجة الخيال لما نروح في الأدب المسمى بالفانتازي أو بالأعمال الرومانسية الشديدة وكده، لكن الفرق بين نوع الخيال في الحكايات التراثية وفي ألف ليلة وليلة إنه خيال عجائبي غرائبي، يعني تتداخل فيه كائنات أخرى وقوة كونية مختلفة، بنشوف هذه القوى الكونية متجسدة وليها دور في الأفعال وليها دور في نقلة الأحداث بين الشخصيات، وبالتالي مستوى الخيال هنا فارق عن مستوى الخيال في أي منطقة أخرى. لكن كل الأعمال الأدبية الفنية فيها خيال بدرجة من الحكاية، لأن احنا بنتعرف على العالم من خيال المؤلف. صحيح. بس كده يعني. ايه رأي حضرتك في ارتباط وحب الناس بالأعمال دي وتحديدا بألف ليلة وليلة؟ تفتكر ايه سر حبنا لألف ليلة وليلة؟ لأنه النص هو ألف ليلة وليلة الأول بدأ نص شفاهي، نص حدوتة بتتحكي بتتناقل، وهو بيراهن على منطقة الشغف عند الإنسان لمعرفة وماذا بعد. دي نمرة واحد، وكأنه الإنسان مخلوق مجبول يعني جبل على حب الحدوتة، على متابعة الشيء الغامض عشان يعرف سره، على متابعة الشيء الخفي عشان يكشفه ويتبين أمامه. من هنا الأدب والأدب الشعبي على وجه التحديد بيراهن على الشغف لدى جمهوره. من هنا الحدوتة محببة، وما عندناش سن للارتباط بالحدوتة، يعني الطفل وهو بينام مامته وجدوده بيحكيله حواديت، الصبي وهو بيكبر في المدرسة وكذا وكذا محتاج شكل من أشكال الحواديت تلائم تطوره العقلي والنفسي وكذا. حتى وإحنا كبار بنتابع الأفلام والمسلسلات وكذا لأن إحنا بنتابع حواديت، صح، فكأن إحنا بنضحك على نفسنا ونقول إن الأطفال بس هم اللي محتاجين الحواديت. نحن وإلى هذه اللحظة ومهما بلغ تقدمنا العمري محتاجين الحواديت. صحيح. الدين نفسه بيحكي لنا بعض موضوعاته في شكل قصص وحواديت، فكأنه قصة والحدوتة ملازمة لوجود الإنسان على الأرض، كأنها تخاطب شيء في طبيعة تكوينه. أيوه. في طبيعة جبلة الإنسان. أيوه. من هنا هي محببة لينا بدون ما حد يعلمها لحد. كل الشعوب حكت وكل الشعوب استمتعت بالحكايات، وكل الشعوب مفيش شعب علم شعب آخر إنه يسمع حواديت أو إنه يكتب حواديت. صحيح طبعا. وانا موافقه جدا على كلام حضرتك، حتى واحنا كبار بنحب طبعا نسمع الحدوته وبنحب طبعا ننبهر، والحقيقه ده يوديني لاختيار حضرتك لجودر المصري. نعم. علشان تقدمها للناس. نعم. ليه جودر؟ عشان جودر فرموله او قصه البطل الشعبي. احنا ما عندناش في الدراما بتاعتنا بطل شعبي، عندنا بطل اكشن. بس بتخلط بين بطل الاكشن اللي بيحل قضاياه بدراعه وبيضرب وبيعمل عنف وكده، وبين البطل الشعبي. البطل العنف بطل الاكشن يشكل سلخه او نموذج مصغر او نسخه باهته من البطل الشعبي. البطل الشعبي ببساطه بيتحرك ورا قضيه شريفه. هذه القضية تهم واقعه الاجتماعي والتاريخي في لحظة أو تهم الإنسانية كلها. تمام. في لحظة تاريخية، وبالتالي أنت بتتحركي مع بطل تحرر من أزمة المصلحة الضيقة، مش بيتحرك وراء مصلحته الضيقة. أيوه. بطل مش أناني خالص. أيوه. بطل
باذل نفسه من اجل قيم الجماعه الشعبيه او قيم واقعه الاجتماعي او وراء قيم الانسانيه في الانسانيه كلها على اطلاقها. صحيح، وعشان كده هو محبوب وعشان كده هو بطل شعبي. بس كده بالظبط بالظبط. فالبطل الشعبي تنجمع عليه الناس كلها وتقدري تترجميه في كل الثقافات. صحيح، يعني كل الثقافه الانسانيه، كل جماعه شعبيه، كل اجتماع انساني هيجد نفسه ممثلا في هذا البطل الشعبي اللي اتحرك وراء قضيه تهم الانسانيه، مش صحيح. قضيه ضيقه تهمه هو. جميل. عايزة طبعا كمان أتكلم مع حضرتك في نقطة مهمة جدا، أنه طبعا الحكاية رائعة والنص فوق الرائع، ولكن كمان لازم نشير للإنتاج الضخم، لأنه طبعا. الحقيقة أنه أنا علشان أعرض على الجمهور في, في, في الزمن اللي احنا فيه ده أو في التوقيت اللي احنا فيه ده عمل خيالي، أنا كمان محتاجة أن أنا أبهره على المستوى طبعا. البصري طبعا. وخلينا نقول أنه الإنتاج الحقيقة كان فوق الرائع. كلمني شوية عن قد إيه حضرتك كمؤلف صاحب رؤية صاحب نص مهم زي ده ممكن الإنتاج كمان يضيف لعملك بشكل كبير طبعا. جدا بأنه يساهم في نجاحه بالشكل ده. مفيش كلام، أنا قلت كتير في 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 أماكن كتير وفي مناسبات كتير إنه دخول المتحدة لإدارة العملية الإنتاجية في مصر نقلتنا نقلة نوعية فظيعة ما كناش نحلم بيها. أكيد المتحدة، القائمين على المتحدة مش بس عينيهم على أنهم يقدموا مسلسل جاي في السوق المصري أو ينافسوا في السوق العربي، لا ده أصبحت عينيهم على المنافسة في السوق العالمي. دي من ناحية. من الناحية الثانية أنا كان من حسن حظي أنه توفرت على إنتاج المسلسل شركتين من كبريات الشركات ووراها أسماء شديدة الأهمية، شركة ميديا هاب الأستاذ محمد سعدي والأستاذ إيهاب جوهر طبعًا. ودول مشهود بيهم بإنتاجاتهم الضخمة وفهمهم الراقي الواسع للدراسة. صحيح. ثم شركة أروما وراها الأستاذ تامر مرتضى طبعًا. وده أحسن حد يكاد يكون في العالم الثالث مثلا بيشتغل صنعة الجرافيكس والمؤثرات البصرية وكذا وكذا. والحقيقة الاثنين أستاذ محمد سعدي شركة ميديا هاب وأستاذ تامر مرتضى شركة أروما قدموا لبن العصفور عشان هذا الحلم صحيح ألف ليلة وليلة يخرج في صورة مشرفة تناسب المستوى العالمي. طبعا وعرفت طبعا. عرفت بهذه المناسبة أنه نتيجة جهودهم في المثلث القوي ده المتحدة وميديا هاب وأروما أنه المسلسل بيعرض الآن على منصة عالمية. أنا كنتش عارف الكلام ده حد قاله لي امبارح، وأنه المسلسل جميل جميل المنصة دي بتعرض مسلسلات من كل أنواع من كل بلدان العالم. وانه المسلسل بعد تاني حلقه عرض يبلغ الثامن على العالم، يعني في ناس بتتابع هذا الانتاج من مختلف بقاع العالم. فاحنا طول الوقت نقول انه المتحده نقلتنا نقله ما كناش نتصورها. طبعا طبعا. عقليه انتاجيه فذه وبرؤيه للسوق مختلفه. رؤيه متطوره، رؤيه جدا. حديثه، رؤيه جدا. ضخمه، رؤيه الحقيقه شايفه المستقبل، رؤيه الحقيقه كمان مش بخله على الدراما المصريه طبعا. باي شكل طبعا. من الاشكال لانه طبعا. الدراما المصريه هي دراما تستحق ان احنا نقف عندها ونقف جنبها كمان. خلاف ذلك اضافه للي حضرتك تقدمت بيه، الفن المصري هو القوه الناعمه المصريه، هو كمان قد ما هو قوه ناعمه قد ما هو قوه ضربه. ده بيعمل لنا عمق اقليمي وبيقول للعالم كله في سوق المنافسه العالميه ان احنا قادرين على صناعه اشياء جيده. صحيح. فقط تتوفر لنا امكانات انتاجيه كويسه. صحيح. انا ببارك لحضرتك مره ثانيه، امتعتونا وامتعتوا العالم العربي كله بعمل جيد، بعمل مختلف، بعمل ليه شكل وطابع متميز جدا. بشكر حضرتك الكاتب والسيناريست الاستاذ انور عبد المغيث. ميرسي. انا سعيد اني كنت معاكي، شكرا جزيلا. انا اسعد يا فندم. ميرسي ميرسي.